استاذ شريف من قنا، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا استاذ سامح، منور مصر الزراعيه، ونشكر فريق الاعداد وقناه مصر الزراعيه، كل يوم بنتعلم جديد. الف الف شكر، وربنا يكرمك يا حاج شريف. الله يخليك. نحن معانا مشكله في التسميه يا استاذ سامح. اللي هي انه الجمعيه لحد الان لم فيش ملح وصل ليه. انت كلمتني من اسبوع صح؟ لا انا ما كلمتكش، اول مره اكلمك يا ريس. دي اول مره تقول لي على المشكله دي؟ اول مره والله. طب قول لي بقى انت فين في قنا، والجمعيه اسمها ايه؟ جمعيه نجع عزوز، مركز دشنا، محافظه قنا. دشنا ميت عزوز؟ نجع عزوز يا اولاد عزوز؟ نجع عزوز، نجع عزوز. نجع عزوز، انا اسف الصوت بعيد. نجع عزوز. نجع عزوز. حاضر. مفيش وان الملح وصل لحد الان يا استاذ سامي. هي دي جمعيه ايه؟ تيمان؟ جمعيه زراعيه. حاضر. عينيا الاثنين. انت زارع ايه يا حاج شريف؟ كلمنا الخط الساخن بتاع الملح، قال لنا الجمعيه مديونه ومش الشركات مش هتجيب لها ملح. الجمعيه مديونه، طب الجمعيه المفروض ان كان في متابعه للارصده في الفتره السابقه عشان الجمعيات توفق اوضاعها. بسبب المزارعه دي مشكله. نحن طيب انا هتابع لك. حاضر. السيد الرئيس مهتم بالصعيد، والصعيد نحن محتاجين الرئيس معانا برضه. محتاجين ايه في الصعيد؟ بقول لك الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالصعيد، وعايزين نحن فعلا. هو الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بمصر، وفعلا بيقدم خدمات لاماكن كانت محرومه، يعني دايما الصعيد المصري كان مظلوم. كان مظلوم الصعيد المصري، فانتم النهارده فرصتكم وصوتكم واصل. انا هتابع لك مع السيد وكيل وزاره الزراعه المشكله دي تحل ازاي، ونشوف الاسمده هتوصل للناس، لان الناس يعني انتم مالكوش ذنب، انتم دفعتوا فلوس الاسمده اللي بتاخدوها. لا ما تقلقش، النهارده ان شاء الله كمان هنرد عليك، مش بكره يا استاذه فاطمه بعد اذنك. بارك الله فيك يا استاذ سامح، ربنا يكرمك. وكل فريق الاعداد ومعالي الدكتوره اللي معاك. حاضر. العفو، بشكرك.